مشاهدينا الكرام سوف ننقل لكم الى المباشر لمباراة نهضة بركان المغربي ضد الزمالك المصري في ذهاب نهائي كاس الاتحاد الافريقي لكن قبل مشاهدة المباراة لا تنسوا لايك والاشتراك في القناة فهذه يسعدنا كثيرا وشكرا لكم ملعب الذي سوف يستقبل المباراة ملعب صاد مونسيبال دو بركين في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت المغرب والساعة 9 بتوقيت القاهرة وسوف تنقل المباراة عبر قناة بين سبورت سيتا وريدة تي ان تي تجدون الرابط في صندوق الوصف نتمنى لكم اعزائي الكرام فرجة لا تنسوا اصدقائي لايك والاشتراك بالقناة ونضرب لكم موعد في موعد قادم